مو متدين ايش الشغله، خليني اتعب واركض بيها وكان يجيب لي بس مليون دولار، وتروحوا تنطون للوزير ما ادري كم مليون. اي لا 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 عرفت ثاني عرفت. اي عادي مو مشكله خلاص، شوفوا لكم اي معمل وسوي دراسه عليه وضبط امورك وانا اطرحها كفرصه استثماريه للسيد رئيس الوزراء. اي وانا ارتب لكم زياره للوزير وانا ارتب وياه وادخل عليه، لان اي لان ابو مصطفى عنده توجيه على القطاع الصناعي. بس تكون شغله تسوى وبيها فائده زينه. اي يعني موجود عندك. في دراسه جدوى؟ خلاص انا ارتب ما عليك. خلاص معناها انا ارتب الامور انت اختار واعطيني الاوكي حتى اتحرك على الموضوع. قالوني قال انا اشتميت الخبر وسمعت وتاكدت. قلت له عاد ابو طه يجيبوا لي مليون دولار ويعطوني الوزير وانطي كم مليون؟ لا يا اخوي لا تكلف ما لا 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 تكلف. المهم انت رتب امورك والباقي اتركه عليه. الله يعافيك.